بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع ليستوار دي بوتي آن كي فولي آلي دون لا لون. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرة. إذن كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرة. كوراج سو ديتيل، كوراج سو ديتيل، جو فيغي لا لون كون جو سوغي بخي دو غران سابان نوار. كيلكو شوز سودا سوتا دوفون نوي دون لارب. En criant « Croix, croix !» Le petit âne épouvanté fit un bond de côté, mais ce n'était qu'une petite grenouille qui se promenait. طبعا كما قلنا بأن الحمار كان خائفا وهو يسير في الظلام. ثم بدأ يقول لنفسه « كوراج !» تشجيع تشجيع. سوديتيل يقول لنفسه « Je verrai » طبعا كما قلنا بأن هذا c'est le verbe « voir » conjugué au futur simple. إذن هذا فعل رأى مصرف في المستقبل. جو فيغي لا لون أنا سأرى القمر. كون جو سوغي عندما أنا سأكون بخي دو غران سابان نواغ بالقرب من الشجرة الكبيرة السوداء. طبعا نتكلم عن نوع من الشجر يسمى سابان. كيلكو شوز كيلكو شوز سودا سوتا دوفون وي شيء ما فجأة ارتمغ أمامه. quelque chose soudain sauta devant lui dans l'herbe في العشب. إذن ارتمى أمامه في العشب. en criant صارخا أو صارخة تقال بنفس الطريقة. en criant croix croix le petit âne épouvanté fit un bond de côté. إذن le petit âne الحمار الصغير épouvanté منزعجا. Et le petit âne épouvanté, et le حمار الصغير فزيعا فزيعا. هذا الشيء الذي ارتم أمامه في العشب. أفزع الحمار الصغير. Le petit âne épouvanté, الحمار الصغير مفزعا في un bon de côté. أنه قام بقفزة إلى الجانب الطريق. Mais ce n'était qu'une petite grenouille. لكنه لم يكن إلا ضفدع صغير. كي سو بروموني. الذي كان يتنزه. إلى غيفا أو بودي فيلاج. إذن هو وصل إلى نهاية القرية. إذن هو وصل إلى جانب القرية. إلى غيفا. إلى غيفا. طبعا كما تلاحظوا بنفس الطريقة. عندنا لو فيرب اغيفي مصرف في لو باسي سامبل. الى غيفا الى غيفا او بو دي فيلاج. اذا هو وصل او بو الى نهايه. طبعا لو بو هو طرف الشيء لو بو. اذا هنا الى غيفا او بو دي فيلاج كما نقول بانه وصل الى جانب او الى نهايه القريه. دوفون لا ميزون دو بير غريغوار أمام منزل الأب غريغوار. طبعا نتكلم عن سيدي السابق الذي كان يملكه والذي كان يعذبه. إلفي سودا دو غوزيو. ثم إلفي طبعا هنا عندنا لو فيرفوار هو اللي عندنا هنا. هنا عندنا في لو فيتور سامبل. هنا عندنا في لو باسي سامبل. إلفي هو رأى كما نقول بأنه لمح. إلفي سودا فجأة هي السودا اللي عندنا هنا. كيلكو شوز سودا سوطا دوفون لوي شيء ما شي حاجة بحال تنقولو حنا شي حاجة. سودا فجأة على الغفلة فجأة. سودا سوطا دوفون لوي إذا فجأة ارتمت أمامه أو شيء ما فجأة ارتم أمامه. هنا عندنا إلفي سودا هو يرى فجأة. شنو شاف شنو شاف فجأة؟ دو غوزيو دو غوزيو رأى عينان كبيرتين عينين كبيرتين. دو غوزيو غون غون يعني دائرتين. إذن هو شاف جوج عينين كبار مطورين. كيلو غوغاردي التي تنظراني. إذن في الظلام يرى كما نقول بريق عينين كبيرتين تنظرانه. إلونتوندي
ثم هو سامع. طبعا عندنا لو فيرب اونتوندر تصرف بنفس الطريقه في لو باسي سامبل اي لونتوندي اذا هو سامع هو اذا سامع هذا الصوت هكذا الى غاسه اذا هو باقيه. طبعا عندنا هنا لو فيرب غاستي هنا لو فيرب غاستي اذا عندنا فعل غاستي فعل باقيه الى غاستا هو باقيه ايموبيل طبعا كلمه ايموبيل هذه العكس ديال موبيل. هناك الكثير من الكلمات واضدادها يعني الضد ديالها تتم بالطريقه تنزيد لها اما اي ان او نضيف لها قبلها اي ام كما عندنا هنا موبيل متحرك ايموبيل غير متحرك إيل غيستا ايموبيل اذا هو باقيه غير متحرك إيل غيستا ايموبيل اذا هو باقيه جامدا كما نقول غير متحرك إيل غيستا ايموبيل ترومبلون دو بور ترومبلون طبعا نتكلم على لو فيرب ترومبلي يعني ارتجف لو فيرب ترومبلي يعني فعل ارتجف ومنها كما ذكرنا فيما سبق لو ترومبلومون دو تيغ ارتجاف الارض المقصود به لو سيزم يعني الزلزال ترومبلون دو بور مرتجفا من الخوف ترومبلون دو بور مرتجفا من الخوف اذا كما قلنا il reste immobile tremblant de peur اذا هو بقيه غير متحرك المقصود انه بقي ثابتا في مكانه tremblant de peur مرتجفا من الخوف il pensait اذا هو يفكر هو كان يفكر طبعا عندنا هنا لو فيرب بونسي كما تنشوفوا تصرف اي زمن في لامبارفي il pensait اذا هو كان يفكر المقصود هنا هو كان يعتقد لو فيرب بونسي يعني فعل فكر نقول مثلا laissez moi penser اتركني افكر ولكن je pense طبعا ممكن ان شخصا ما يسالني عن مسألة فأقول je pense que ثم أعطي الفكرة المقصود بها je pense que أنا أعتقد بأن ثم أذكر الفكرة ثم أذكر رأيي مثلا je pense إذن المقصود بها أنا أعتقد il pensait إذن هو كان يعتقد أش كان يعتقد c'est le père Grégoire إذن هاد العينين الكبيرتين اللتان كانت تنظرانه لن تكون إلا عيني لو بير غريغوار الأب غريغوار il va me reprendre إذن هو سيأخذني مرة أخرى طبعا لو فيرب بروندر يعني فعل أخذ ريبروندر أخذ مرة ثانية إذن هذا غو تعني التكرار تنوضعو أمام الفعل لنفيد تكرار ذلك الفعل إذن نضع هذا il va me reprendre إذن هو سيأخذني من جديد طبعا عندنا هنا لو فيرب الي تسبق لو فيرب reprendre إذن فعل الي لو فيرب الي فعل ذهب تسبق لو فيرب reprendre فعل أخذ مرة ثانية شنو تيفيد عندما نضع لو فيرب الي أمام فعلين طبعا هذا سي لو فيتور بروش إذا لو فيتور بروش المستقبل القريب ديما تتكون من لو فيرب الي تتكون من لو فيرب الي كمساعد أو نصف مساعد ثم نضع بعده لو فيرب أكونجي ثم نضع بعده الفعل الذي نريد تصريفه ولكن هو في الحقيقة يبقى الانفينيتيف ما تتصرفش اللي غيتصرف هو لو فيرب الي il va me reprendre هو سيأخذني إذا المقصود هو سيأخذني قريبا أكيد il va me reprendre
إذن هو سيأخذني قريبا. Mais les deux yeux, mais les deux yeux, ولكن العينين. طبعا هاد يو نقول les deux yeux. طبعا نضع على ليزون هنا لأن كلمة دو كما تلاحظوا تتنتهي بإكس، أما كلمة يو فتبدأ بإن فويال، تبدأ بصوتي اللي هو إكغيك. إذن سنقول دو زيو، إذن سنضع على ليزون كأننا سنقرأ هنا إس، كأن عندنا دو تنتهي بإس لي دو زيو. طبعا هاد يو هي الجمع ديال لوي، جمع ديال أي، أي يعني عين واحدة. إذن عين واحدة نقول لوي، أما في الجمع فنقول ليزيو، ليزيو يعني الأعين. لوي عين، عين واحدة، ليزيو أعين. مي لي دو زيو ولكن العينين سانفولير، سانفولير يعني أنهما طارا. إذا العينين طارا. طبعا عندنا لو فيرب سانفولي، قلنا لو فيرب سانفولي كونجيغي دو لا ميم فاسون، كونجيغي دو لا ميم فاسون او باسي سامبل. إذا عندنا لو فيرب سانفولي فعل طارا مصرف في لو باسي سامبل. مي لي دو زو ولكن العينين سانفولير، أنهما طارا. دون زان بغويضاي، دون زان بغويضاي في ضجيج جناحين، في ضجيج جناحين. إذن فذاك الظلام تيشوف هاد العينين أنهما يطيران، يطيران في الظلام، ولكن في نفس الوقت يسمع صوت أجنحة، يسمع صوت أجنحة. هاد العينين اللي طارو تيطيرو في نفس الوقت اللي تتسمع فيه الصوت ديال الأجنحة. إذن هذا علاش قال هنا، هذا لماذا قال هنا مي لي دو زو ولكن العينين سون فولير، سون فولير أنهما يطيران. دون زان بغوي في ضجيج أو في صوتي، أو في صوت ضاي. طبعا لاي المقصود به الجناح، لي زاي الجناحين. دون زان بغوي ضاي في ضجيج أجنحة أو في ضجيج جناحين، يعني ليس هناك فرق بين الجمع والمثنى. إذا المثنى يعتبر أيضا جمع، دون زان بغوي ضاي. إذا هاد العينين طارا في الوقت الذي سمع فيه ضجيج جناحين. ماذا سيقول الحمار هنا؟ أوف أوف. الحمار سيقول أوف. سونيتي كان بوفر هيبو، سونيتي كان بوفر هيبو، ليس إلا بوم مسكين وأنا خائف منه. تنقول حنا موكا مسكينة هي اللي طارت، هاد العينين ماشي ديال لوبيغ غريغواغ. إذن كما قلنا إلى غيفا أو بو دي فيلاج دوفون لا ميزون دو بيغ غريغواغ إل في سو دو غروز يوغون كي لو روغاردي إل أونتوندي هوهو. إل ريستا إيموبيل ترومبلون دو بيغ إل بونسي سي لوبيغ غريغواغ إل فا مو روبخوندر. Mais les deux yeux s'envolèrent dans un bruit d'ail. Off, ce n'était qu'un pauvre hibou. Bichon repartit de plus en plus inquiet. Il arriva enfin près du grand sapin. Il s'arrêta surpris. Le ciel était toujours noir. La lune n'était pas là. Bichon repartit de plus en plus inquiet. Il arriva enfin près du grand sapin. Il s'arrêta surpris. Le ciel était toujours noir. La lune n'était pas là. Bichon repartit. Idem, Bichon yantalek min jadid. Taban adana le verbe repartir. Kama dakarna qabla qalil. Kan adana fal aslna le verbe partir. Tanarfu bi anna le verbe partir. Yani fi'l intalaqa ou dahaba. Adafna lahu hadghu amamahu. لندل على الانطلاق من جديد، لندل على الانطلاق من جديد. إذا سنتكلم هنا على الفيرب ريبارتير، ريبارتير فعل انطلق من جديد. إذا هذا هو اللي عندنا هنا بيشون ريبارتي. إذا بيشون ينطلق من جديد.
وعندنا هنا لو فيرب او بارتيغ مصرف في لو باسي سامبل. كما قلنا بان لو باسي سامبل تستعمل في القصه بشكل كبير، تنتكلموا على الكتابه ماشي على الكلام اللي تيكون بينات الناس، تنتكلموا على الكتابه. لو باسي سامبل هو زمان اساسي في القصه، اما في الحديث بين الناس ممكن نستعمل لو باسي كومبوزي الى غير ذلك. بيشون ريبارتي، اذا بيشون ينطلق من جديد، دو بلوس اون بلوس انكي يعني اكثر فاكثر قلقا، يعني بدات يزيد القلق ديالو. بيشون ريبارتي دو بلوس اون بلوس انكي دو بلوس اون بلوس انكي، اذا بيشو ينطلق من جديد دو بلوس اون بلوس اكثر فاكثر قلقا، اكثر فاكثر قلقا. بيشون ريبارتي نقول بيشون ريبارتي دو بلوس اون بلوس انكي، اذا هو ينطلق اون فا بخي دو غران سابان. إلى غيفا، اذا هو يصل. طبعا عندنا هنا لو فيرب اغيفي، هذا فعل اغيفي فعل وصل تصرف بنفس الطريقه في لو باسي سامبل. إل أغيفا أونفا أونفا يعني في النهاية وأخيرا. بخي دو غران سابان، بخي دو غران سابان، بخي دو غران سابان، بالقرب أو قرب دو غران سابان، قرب الشجرة الكبيرة التي كان يراها من بعيد. إل ساغيطا، إذا هو يتوقف. عندنا هنا لو فيرب ساغيطي فعل توقف بنفس الطريقة مصرف في لو باسي سامبل. إل ساغيطا سوربخي، سوربخي إذا هو يتوقف مفاجئا أو متفاجئا. سوربخي لماذا كان متفاجئا؟ لو سيال إيتي توجور نواغ، السماء كانت دائما سوداء، يعني أن الظلام لا زال مستمرا. لو سيال، لو سيال إيتي توجور نواغ، لا لون نيتي با لا، القمر لم يكن هنا. لا لون نيتي با لا، لو حذفنا لا نيغاسيون، لو حذفنا النفي وقلنا لا لون إيتي لا، القمر كان هنا، القمر كان هنا. لا لون نيتي با لا، القمر لم يكن هنا. طبعا بيشون بعدما استمر في الرحلة ووصل إلى هذه الشجرة المنشودة وجد الظلام لا يزال مستمرا، ثم أنه لم يجد القمر الذي يطمح إلى الوصول إليه. بيشون ريبارتي دو بلوس أون بلوس انكيي، إل أريفا أونفا بخي دو غران سابان، إل ساغيطا سوربخي، لو سيال إيتي توجور نواغ، لا لون نيتي با لا. طبعا في الأخير نذكر بلو باسي سامبل الذي ذكرنا قبل قليل بأنه تستعمل في القصة بدرجة كبيرة كما قلنا في الكتابة وليس في الكلام أو في الحديث بين الناس، لأن صرفه صعب حتى بالنسبة للفرنسيين، لذلك يفضلون مثلا الكلام مستعملين لو باسي كومبوزي لأنه سهل بالمقارنة مع لو باسي سامبل. طبعا لو باسي سامبل لماذا يستعمل في القصة كما ذكرنا؟ لأن لو باسي سامبل تفيد السرعة. طبعا عندما نستعمل الحكي تتكون فيه السرعة تكون الأمر مشوق. ملي تنجي أنا وتبدا نحكي مثلا بأن بيشون وصل بواحد السرعة إلى نهاية القرية، ثم أنه هو تيشوف عينين كبيرتين، ثم فجأة هو تيبقى واقف، ثم بدأ يرتجف، ثم استمر في المسير، ثم أن هاد العينين اللي كانوا تيشوفوا أنهم اضطربوا بواحد السرعة، ثم أنه توصل قرب الشجرة، ثم أنه يتوقف، ثم أنه يستنتج أمور. إذا عندما أحكي هاد الأمور وفي المعنى ديالها كاين السرعة، تنحس بحال شي فيلم فيه الأطوار تتعاقب بسرعة. إذا هاد الأمر تعطي واحد التشويق للقصة. هذا لماذا يفضل لو باسي سامبل في القصة، كأن هاد لو باسي سامبل يجنب القصة الملل. طبعا نستأنف مع آخر فقرة كما تلاحظوا هي اللي باقا هنا، طبعا من كتاب بيان ليغ إي كومبخوندغ. إلى ذلك من وقت
حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.